طبعا احنا من خلال البرنامج بنحب نلقي الضوء على المبادرات والنشاطات، وضيفتي النهارده اللي منوراني في الاستوديو الحقيقه عملت انشطه كتيره جدا وعملت مبادرات كتيره جدا. هي دلوقتي عامله مبادره اسمها انشر ايجابيات بلدك، بتتكلم طبعا عن السياحه واهم المناطق السياحيه اللي ممكن نروحها، وايضا كانت عامله مبادره اسمها الوفد مع الناس، كانت بتعمل من خلالها قوافل طبيه وبتقدم مساعدات وايضا بطاطين للناس، وعملت ايضا مؤسسه اسمها شباب المتوسط. تعالوا نتكلم على كل المبادرات والحاجات اللي هي عملتها. رحبوا معايا مع نيره الجيار. نهارك سعيد يا نيره. سلام، ازي حضرتك؟ في البدايه قبل ما اسالك على المبادره اللي انت بديها دلوقتي اللي هي انشر ايجابيات بلدك، تعالي خدينا الاول في الجوله على المبادرات اللي انت بداتيها قبل المبادره دي. تمام. احنا كان في مبادرة اسمها مبادرة اعرف سياحة بلدك، كنت انا حابة اشتغلها. كنت عايزة انشر جميع الاماكن السياحية اللي موجودة، بخلاف بقى الاهرامات وبخلاف المعابد والحاجات دي، في حاجات تانية كتيرة قوي في بلدنا حلوة قوي، كنت حابة ان احنا ننشرها. فاجتمعت انا وشباب من اصحابي ان احنا نعمل المبادرة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. المبادرة دي بنناقش فيها حاجات كتير جدا، مش دي اللي هي اعرف ايجابيات بلدك. اعرف ايجابيات أوكي. بلدك. مش واخدينها على اساس ان هي اللي هو حاجة معينة او ملف معين، ملف السياحة بس، لا، دي ملف فاتحين فيها ملفات كتير قوي، عندك السياحة وعندك الاثار. وبعدين احنا حابين ننشر موضوع السياحة، لان دي طبعا احنا كان عندنا السياحة كانت من اكبر الانشطة اللي موجودة في البلد، وبقى لها فترة كبيرة قوي ما كانتش موجودة، قطاع كله متوقف. بس طبعا يعني في ظل وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا يعني الحمد لله احنا بقيت الدنيا بقت احسن، وبقى النشاط بقت السياحه لحد ما بقت كويسه. دلوقتي تنزلي شرم الشيخ او الغردقه بتشوفي اجانب كتير وبتشوفي روسيين كتير، كل الحاجات دي الحمد لله الوضع موجوده. اتحسن شويه. الحمد لله. فقررت انا ومجموعه من اصحابي ان احنا نعمل مبادره اسمها اعرف بلدك احسن بكتير، يعني احسن من ان احنا نعملها في قطاع واحد، ان احنا نستخدم قطاع السياحه بس. لا، ده احنا عملنا المبادره دي انشر ايجابيات بلدك، بحيث ان احنا كلنا نبقى يعني كل واحد فينا شغال في حاجه معينه. طبعا احنا شباب من جميع المحافظات، يعني انا من كفر الشيخ، عندي زميلتي ساره عمر من بني سويف، عندي يوسف زميلنا يوسف من سينا، ايوه، ميرام من القليوبيه، فعندنا كل واحد. فانتوا جمعتوا تقريبا من كل من كل محافظة شخص محافظة علشان في الآخر تعملوا التوليفة الحلوة دي. بالضبط، عشان نعمل حاجة كويسة نعرف نظهر بيها في بلدنا، يعني أو نعمل حاجة كويسة لبلدنا. وكمان يعني احنا بنعمل منتديات، يعني انا ان شاء الله باذن الله ماشيه ان انا حاجه عايزه اعمل منتدى عندنا اسمه منتدى شباب كفر الشيخ. منتدى شباب طب كفر انا بس الشيخ. عايزه قبل ما نخش في الحاجات التانية، عرفيني الاول بالمبادره اللي انت كنت عاملاها، مبادره الوفد مع الناس، انت كنت بتعملي فيها قوافل طبيه وايضا مساعدات ببطاطين بتوزعيها، صح؟ تمام. هي مبادره الوفد مع الناس دي المبادره اللي اطلقها المستشار بهاء الدين ابو شقه، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنه التشريعيه بمجلس النواب. المبادره دي انطلقت علشان خاطر الناس الوفد يعني يبقى موجود في الشارع ويعرف الناس ان احنا موجودين، متواجد اكتر، محتك اكتر مع المواطن المصري. بالظبط. عملنا القوافل الطبيه، نزل 8 عربيات. طبعا احنا بنشكر الدكتوره هاله زايد على ان هي ساعدتنا في حاجه زي دي، لان بتنزل نزلت اول حاجه ابتدوا بيها في الجيزه، نزلت 8 عربيات اللي هي العيادات المتنقله. العيادات المتنقله دي فيها كل حاجه شامله، يعني ما فيش تخصص مش موجود، كل حاجه، تحديد نسل وكل كل حاجه. كل حاجه موجوده، اسنان وكل حاجه. المبادرة نجحت من هنا، لأن طبعا في كمان اللي هو 100 مليون صحة كانت موجودة، فالاتنين كانوا موجودين مع بعض، فكانت عاملة حاجة كويسة جدا يعني.
ووزعنا بطاطين في الاماكن اللي هي فعلا الناس كانوا محتاجه محتاجين فيها. فعلا. هم نزلوا 15,000 بطانيه اتوزعت على الناس. استقبال الناس كان عامل ازاي ليكم؟ لا كان احتفال حاشد اصلا بالناس مبسوطه ان احنا بدانا نرجع تاني الشارع، وبعدين احنا خلاص احنا 9/3 عندنا المئويه بتاعت الوفد، احنا كده كملنا 100 سنه. احنا تقريبا اقدم حزب. طبعا. يعني هو خلاص احنا كملنا 100 سنه المئويه بتاعه الحزب، فيعني بدانا نرجع الشارع، وبعدين الناس مبسوطه قوي ان حزب زي حزب الوفد رجع الشارع تاني. بعد كده عملتي مؤسسه اسمها الشباب المتوسط. المؤسسه دي برضو احنا موجودين فيها انا ويوسف وميرام وساره. مؤسسه شباب المتوسط دي احنا قررنا نعمل تبادل ثقافي ما بين شعوب بحر المتوسط. حلوه قوي الفكره. احنا كمان ان شاء الله في برنامج قريب هننفذه. البرنامج ده هيبقى التبادل ما بين شباب البحر المتوسط مع مصر. احنا يعني ان شاء الله هو هيتنفذ قريب، وماشيين ان احنا ننفذ الخطه دي. هندعي شباب من بره ان هم يبقوا موجودين في مصر بمساعده وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. دي هتبقى كمان حاجه كويسه قوي ان احنا بنجيب شباب من بره عشان كمان يشوفوا سياحه بلدنا. يعني طبعا. ده اكتر حاجه احنا مركزين عليها ملف السياحه حاليا في الفتره اللي جايه. ايه المناطق السياحيه اللي انتم مركزين عليها اكتر او سلطتوا الضوء عليها بشكل مباشر؟ بصي هي في اماكن كتير قوي احنا بنتكلم فيها يعني، بس احنا لسه ما حددناش مكان معين او ما حطيناش بلان معينه ان انا هي دي الاماكن اللي احنا هنحطها يعني. بس انا مثلا عندي في بلدي كفر الشيخ عندنا منطقه اسمها فوة، دي فيها 365 مسجد اثري. دي يعني 365 مسجد بعدد ايام السنه ومصنفين او مدركين في قوائم الاثار. تمام. وعندنا طبعا عندنا اثار بتاعت رشيد بتاعت مطوبس طبعا. يعني فعندنا اماكن اثريه كتير حلوه ونفسنا الناس تنزلها. يعني ما تبقاش مقتصره الاماكن السياحيه على مثلا على الاهرامات على المعابد على القاهره على المتاحف. لا احنا عايزين، وطبعا المتحف الكبير بتاع الاهرامات ده ان شاء الله يخلص ويبقى حاجه كويسه قوي للبلد. ان شاء الله. هل في اهداف اساسيه في المبادره اللي انت عاملاها؟ هو اهدافنا اللي احنا اتكلمنا فيها، اهم هدف ان احنا بننشط سياحه البلد، وكمان ان احنا بندعو شباب من بره ان هم يجوا عندنا، يبقى في ورش عمل ما بيننا وما بينهم، نشوف الافكار بتاعتهم. اكيد انا هستفاد وهم هيستفادوا، هم هياخدوا افكار مننا واحنا هناخد افكار منهم، فكل الحاجات دي هتفيدنا اكتر. يعني ورش عمل ازاي؟ يعني اللي هو التبادل ما بين الافكار ما بيننا وما بينهم. اكيد احنا هنشوف افكارهم والورش العمل اللي هم هيبقوا شغالين عليها، واحنا كمان هنشتغل على ورش عمل معينه هنقدر نعمل تبادل افكار ما بيننا وما بينهم. اكيد لما بتبتدي تفكري في فكره او مبادره او في حاجه علشان تخدمي فيها البلد بتبقى في بعض المعوقات كده قدامك او بعض الصعوبات، هل واجهك حاجه زي كده في الاول؟ بصي هو اكيد في كل الكلام ده بيحصل، اكيد في معوقات وفي صعوبات بتحصل، بس الحمد لله يعني كل الجهات وكل الاماكن اللي احنا رحناها الناس كانت سلسه جدا معانا، وكانوا فاهمين احنا بنعمل ايه، وكانوا عارفين احنا بنشتغل ازاي وعايزين نعمل ايه لبلدنا. فما كانش في يعني الحاجه مثلا كانت بتخلص على طول، ما كانتش بتقعد متأخر. لو حد حب ان هو يتواصل معاكوا او يوصل لكم ازاي؟ او احنا عندنا عاملين ويب سايت بتاعنا وعندنا لينك لينا اسمه شباب المتوسط. ده اي حد ممكن يدخل يعمل ريستريشن على الفيسبوك
احنا طبعا بيبقى عندنا اتش ار وبنقابله، في احنا كلنا معروفين ارقامنا على الفيسبوك حاطينها، مفيش حد فينا مثلا بيردش على تليفون، طبعا عندنا البيج بتاعتنا على الفيسبوك، برضو نقدر نتواصل من خلالها، اللي عايز اي حاجه بيبعت لنا، وانا في جميع كل حاجه يعني، في شباب المتوسط، في مبادره الوفد مع الناس، طبعا احنا بنرحب باي حد يحب يشارك في العمل العام طبعا اللي احنا بنشارك فيه يعني. فكرة التبادل الثقافي اللي انت كنت بتتكلمي عنه اللي هتعملوه ان شاء الله من خلال الورش بتاعتكم، متوقعة انه هيطلع منها ايه؟ احنا هنستفاد كتير من الشباب اللي جايين لنا، هنعرف ناخد منهم حاجات نقدر نطبقها في بلدنا، افكار جديدة، احنا كل اللي احنا بندور عليه افكار جديدة النهاردة احنا نقدر نطبقها، زي ايه؟ حاجات ورش عمل مثلا فيما يخص مثلا السياحة، انتي تقدري نقدر ازاي نجيب ناس من بره اللي هو يشوفوا سياحة بلدي احسن من سياحة اي حاجة تانية، وبعدين هي مش زي ما احنا اتفقنا، هي مش بتقتصر بس على المعابد او المتاحف علشان خاطر ان احنا يبقى الناس بتيجي تتفرج على الحاجات دي بس، لا طبعا احنا محتاجين حاجات تانية كتير، تانية انا احنا عندنا شرم الشيخ مثلا ما دي سياحة كويسة، عندنا الغردقة، عندنا الجونة، عندنا منطقة العلمين الجديدة، عندنا اماكن جديدة كتير قوي حلوة، احنا محتاجين الناس تيجي تشوف بلدنا احلى. انتي كلمتي ان مثلا في عندك في كفر الشيخ في مساجد اثريه وعندك حاجات اثريه مش محطوطه على الخريطه السياحيه، هل في اماكن تانية برضو اثريه او سياحيه الناس ما يعرفوش عنها حاجه؟ بصي هو انا حاليا مركزه يعني، انا كل واحد مننا مركز في بلده، وانا مركزه في بلدي لان انا نفسي اشوف كفر الشيخ احلى بلد في طبعا. الدنيا، ونفسي يبقى كل الناس بتيجي علشان خاطر بلدي، انا اكيد كل واحد بيهتم يعني، هي كلها مصر بس طبعا كل واحد بيبقى محتاج مدينته او بلده تبقى احلى احسن بلد واحدة. في الدنيا، وانا فعلا عندي المساجد يعني، هو فعلا يعني عدد قليل قوي اللي بيجي يزورها، ويعني مش عدد اللي احنا متخيلينه، المساجد فعلا مساجد كويسه قوي، وتحتاج ان انت تيجي تشوفيها، وزاره الاثار تهتم بيها، ما وزاره فيش السياحه، افواج سياحية كتير لا لا بتعدي ما فيش، عليها. لا لا ما فيش، ده اللي احنا محتاجين نعمله احنا يعني، انا كمان هدفي من كده ان على الاقل الافواج السياحيه والناس اللي هتيجي هتقدر يعني تكفي بيها مثلا الطرق يعني، احنا عندي مثلا في قريه عندي من قرى مصنفه من أكثر البلاد فقرا، فمحتاجة إن يبقى في موارد أو دخل البلد يبقى أحسن من كده، أقدر أساعد بيه الناس وأقدر أساعد بيه المكان اللي موجود نفسه عندنا، كان يعني إحنا عندنا منطقة يعني كان مصنع الطرابيش بتاع محمد علي اللي فاضل منه أصلا دلوقتي بواقي يعني، أنت فاضل منه البوابة بتاعته بس، يعني بس لو كان ده كان ممكن يبقى مصنع أثري، وكان ممكن يبقى فيه برضو مزارات هو وكده. بس هو خلاص يعني، هو ما بقاش في حاجة موجودة فيه دلوقتي حاليا خالص يعني، لو موجود فيه دلوقتي البوابة بتاعته بس، دي انا يعني انا بطالب طبعا من وزارة السياحة ومن وزارة الآثار، احنا ليه ما نعملش مثلا فندق في المكان ده يبقى موجود للسياح، لان طبعا احنا كفر الشيخ ما فيهاش حاجات زي دي، ما فيهاش ما فنادق، فيهاش، لا ما فيهاش فبالتالي لو في سياح حبوا ان هم ييجوا يزوروكوا بالظبط هيضطروا بس يزوروا كام ساعة ويمشوا على طول ويمشوا. لانه ما فيش إقامة. ده طبعا احنا هنعمل مشروع على كده، ان احنا ان ليه يعني ما يبقاش عندي فندق بيخدم طبعا السياح وبيخدم البلد كلها من الناحية دي هتبقى حاجة كويسة جدا للبلد عندنا يعني. من خلال المبادرة هل اتكلمتي مع الناس العاملين في قطاع السياحة، عندهم مشاكل، عندهم آمال، عندهم طموح؟ بصي هو احنا اتكلمنا مع الاثار بصراحه، احنا ما اتكلمناش مع السياحه لحد دلوقتي لان انا لسه ما كملتش الملف بتاعي، طبعا وزاره الاثار مرحبين جدا بالموضوع ده، والناس يعني فعلا الفكره هم مؤمنين بيها وعجباهم وعايزين يعملوا يعني يساعدونا في اللي احنا بنعمله ده، يعني عايزين يساعدونا في اللي احنا بنعمله ده، لان يعني طبعا حاجة هتفيدنا كلنا يعني، مش هتفيد كفر الشيخ بس، هتفيد مصر كلها.
المبادرة يعني انت دلوقتي خلاص شغالة فيها، هل عندك حاجة تانية بتفكري ان انت تشتغلي فيها؟ هل عندك افكار لمبادرة جديدة بدأت الافكار دي تلعبك شوية ولا لسه؟ بصي، هو انا حاليا بعد يعني احنا شغالين في المبادره وانا شغاله، فعايزه اعمل منتدى شباب كفر الشيخ. تمام، منتدى شباب كفر الشيخ ده عايزه اناقش فيه بقى مشاكل الشباب الشباب، نفسهم في يعني في المحافظة. المحافظه. عايزه اناقش مشاكل الشباب، وكمان انا عندي المكان اللي احنا فيه، احنا عندنا مطوبس تقريبا، يعني هي بلد قايمه على الصياده، يعني البلد دي حلوه جدا، قايمة وبلد على الصيد. الصيد. اوكي. الصيد حاجه طبعا انت عارفه دي حاجه مهمه طبعا. جدا عندنا في البلد، وفيها في مشاكل كتير. فاحنا حتى احنا مقدمين طلب، كان هم مقدمين طلب لمجلس النواب، واحنا طبعا بنشكر النائب سليمان وهدين ان هو اهتم قوي بالموضوع واستلم الطلب واخده، وهيتعمل لهم اجتماع قريب ان شاء الله في المجلس علشان يشوفوا المشاكل بتاعتهم دي. عندنا مشاكل كتير قوي نقدر نفتحها ونقدر ونحاول على قد ما نقدر ان احنا بنحلها، يعني احنا كشباب قادرين ان احنا نعمل اي حاجة. نيرة الجيار صاحبة مبادرة اعرف ايجابيات بلدك، وهي مبادرة بتهدف لتسليط الضوء على الاماكن السياحية اللي تقريبا السياح ما يعرفوش عنها حاجة، واحنا بالظبط، حتى كمصريين ما برضو ما نعرفش معلومات كتيرة جدا. نورتيني النهاردة وبشكرك جدا، ميرسي وبتمنى لك نهار لحضرتك سعيد قوي، وبكل ربنا التوفيق يخليك ان شاء الله في كل ان شاء المبادرات الله بتاعتك. بإذن الله. بشكرك جدا. ميرسي لحضرتك. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني.